هنقول من الله يوسف علي مدير مرحلة الأساس بمحلية القرشي لولاية الجزيرة. صباح الخير عليك. مرحبا يا سلام اخواننا وابنائنا بالشروق، مرحبا. مرحبا بك مرحبا استاذ من الله مدير مرحلة الو. الأساس. مرحبا سعيدين مرحبا مرحب. سعيدين سلام جدا بك معنا على الهواء سلام مباشرة. الله يبارك الله يخليك، جزاك الله خير يا اخي. سعيدين مرحب بك على الهواء مباشرة، و الحديث عن سير تصحيح امتحانات شهادة الأساس بولاية الجزيرة وتحديدا في محلية القرشي باعتباره واحد من مراكز التصحيح. كنت أنا في الصورة معاكم. مرحب مرحب ومرحب بالشروق. نحن في مركز تصحيح القرشي، مركز الكاميرات بنات في تصحيح مادة اللغة العربية. رغم الظرف المحيط بالناس، الناس يعني تحمل المسؤولية ودخلوا في شغل بتاع تصحيح من الآن 8281,000 ورقة بتكون مادة اللغة العربية في 9 حجرات. الناس راحوا فيها التباعد 9 حجرات في 20 اللي هم عدد المصححين 180. فالآن نحن ما شاء الله مصحح في ظرف رغم ظرف صعوبة، لكن نعتبره كده إن شاء الله ما أعرف إيش يعني، هو نوع من التحدي. نعم بكرة. نعم هو فعلا التحدي كبير، لكن دي نعم مسؤولية بتقع على عاتق كل الأساتذة، لأنه طبعا التعليم هو مهمة رسالية في المقام الأول. دايرين برضو نتعرف على عدد الأساتذة برضو والتوعية بعدم التجمعات في هذه الأيام. نعم عدد المصححين المركز 180 زائد أمان كنترول والأمانة 20، عدد 202 مصحح نعم يعملوا في حم ونشاط وانقطع النظير. نعم يعني متى بداتم التصحيح في ظل هذه الظروف وكم سيستمر؟ بدانا التصحيح يوم الثلاثاء الفائت اللي هو يوم 17 تقريبا، واستمر ان شاء الله الى يوم الاحد، لانه ورقه بتاع اللغه العربيه ماده عباره ماده كبيره في نعم الزمن. طيب هل البيئة مهيئة يعني المعقمات الكمامات والله الناس اخواننا في الصحة ما شاء الله قايمين بدورهم يوميا، بيجوا بيعملوا بيرشوا المركز للتعقيم ووفروا الكمامات للناس ووفروا المواد اللي هي بتعمل على تطهير الايدي. نعم ممتاز. ماذا عن بقية الخدمات؟ الخدمات كلها ما شاء الله متوفرة بالأول، واخواننا في المحلية زمان نقص ظهرهم واقفين معانا والله على غلب الوغاد الاثنين. نعم نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، نتمنى لكم التوفيق والسلام. جزاكم الله خير. شكرا شكرا جزيلا لاخواننا بشروق وابنائنا، وجزاكم الله خير وشكرا خصوصا وخاصه لاننا حساب حيث من المنطقه. نعم شكرا استاذ من الله يوسف علي مدير مرحله الاساس بمحليه القرشي ولايه الجزيره. نعم مع تمنيه التوفيق لطلاب الاساس في الامتحانات دي، وطبعا كلهم منتظرين النتيجه كل تاكيد في ولايه الجزيره تحديدا. نعم ان شاء الله نتمنى لهم النجاح، ونتمنى يعني ان تعود الاجواء الى ما كانت عليه في كل السودان، ونشاهد عما قريب انه الجامعات والكليات تعود تستأنف مجددا وتستأنف الدراسه، وامتحانات الشهاده السودانيه مرحله العبور الى الجامعه ايضا عما قريب ان شاء الله لكل طلابنا في السودان. وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام صباح الشروق لهذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، تقبلوا تحيه فريق العمل لهذا اليوم. شكرا منى. شكرا حسام، وانتهى صباح الشروق ولكن اليوم ممتد. شكرا للمشاهده.